غادر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم بعد أن شارك في اجتماعات وأعمال القمة العربية ممثلا لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وكان في وداع سموه في مطار نواكشوط الدولي رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ود حدامين ومجموعة من كبار المسؤولين الموريتانيين، حيث عبر سموه عن خالص شكره وتقديره للقيادة الموريتانية لما لقيه الوفد البحريني المشارك من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال فترة إقامته، متمنيا سموه المزيد من التقدم والازدهار للقيادة والشعب الموريتاني الشقيق.